التقارير. نعم، وقد وصلنا إلى نهاية برنامج أعمال هذا المؤتمر. نعم، كان برنامجا يعني مكثفا جدا، و يعني فصلنا الجزء العلمي والجزء التطبيقي. أريد أن أقول بأن أهم ما حصل اليوم هو محاولة تحويل كل نظرياتنا في تطبيقات عملية. أما الآن فإننا سنقدم أفضل المشاريع التكنولوجية في مجال الـ AI Science وغيرها، وأريد أن أقدم لكم أولئك الناس الذين لم يسمعوننا فقط، بل إنهم كانوا يشاركون في تطويره. سألنا جيجا تشات ما الذي سيحصل بعد 10، قال أنهم سيقودون السيارات ويؤلفون الموسيقى وغيرها ويؤلفون الكتب. ولدينا، ننتقل الآن إلى تقديم الجوائز ل AI Journey Science. في هذا العام سبير مع معهد البرمجة المنتظمة أعلننا عن مسابقة لأفضل المقالات، وحصلنا على 270 طلبية وتقدمنا ب 38 مقالة في مجال الرياضيات والبرمجة وغيرها، ومقالة واحدة فقط حصلت على الجائزة الأساسية وهي 1,000,000 روبل. النائب الأول السيد ألكسندر ميدياخين والأكاديمي أروتيون إشخانوفيش أبيتيسيان والأكاديمي أكاديمية العلوم الروسية، وهو السيد أليكسي سيميونوف ورئيس قسم المنطق الرياضي في جامعة موسكو باسم لومونوسوف. ألكسندر، الكلمة لك. أيها الأصدقاء، اليوم يعني كان اليوم هو في آذار 2023 وحصلنا على 270 طلبية للمشاركة من روسيا والهند وسويسرا وبيلاروس وكازاخستان وأوزبكستان، وانتقينا منها 38 مقالة. مقالة واحدة فقط حصلت على الجائزة الأولى. أولا أريد أن أقول بأنني سعيد ولي الشرف بأن أشارك في أنني شاركت في انتقاء وفي هذه المسابقة، وقد استغربت من عدد المشاركين، وكان يعني انتقاء الفائز شيئا صعبا، وهذا شيء رائع بأننا لدينا مثل هذه الأعمال ونحن فخورين بمثل هذا المستوى العالي، وأعتقد بأنه يجب أن نشكل ذلك وأن نستخدمه أيضا في مراكز لتقييم الـ KPI في مراكز تطوير الذكاء الاصطناعي. نحن يجب علينا أن نحافظ على ذلك في المستقبل أيضا. وشكرا. أعطي الكلمة للسيد أليكسي الفوفيتش سيميونوف. كما قلنا فإن أفضل الأعمال التي تم تقديمها إلى المؤتمر تم نشرها في مجلة أكاديمية العلوم. إنه مجلة تخرج منذ 100 عام، وهو الآن يخرج بالإنجليزية والروسية وبشكل رقمي وبشكل ورقي.
نحن جمعنا فيه كل ما يتعلق بالرياضيات والذكاء الاصطناعي أيضا. وبالنسبة للمجلة فإن كان ذلك لهذا الإصدار فقط كان ذلك أيضا شيئا مهما. أيضا عملنا بشكل مكثف جدا على انتقاء، وكان لدينا حوالي 40 مقالة انتقينا منها تلك. وعندما كنا في حالة الانتقاء فقط وجدنا المقالة الأولى، ولكننا وجدنا أن هناك أيضا مقالة أيضا تقريبا جيدة بهذا الشكل، وكان هذه هي المفاجأة. إنها مفاجأة إذا يعني ألفها أقل المشاركين عمرا، وهذا وسنتعرف عليهم الآن ومن هم وطلاب أي جامعة هم. نحن الآن نستطيع أن ننتقل، جاهزون لننتقل إلى تقليد الجوائز. وقبل أن نسمي المؤلفين نريد أن نشير إلى أحد العلماء الشباب. إذن إيغوروف وألكسندر راغاتشوف ودراسة تأثير الطيف الرياضي في عملية الدراسة، ويحصل أيضا على 200,000 روبل وهو جائزة خاصة. إيغور ألن تعطي جائزتك لأحد؟ إيغور لدينا ميكروفون يدوي، هل تستطيع أن تحدثنا باختصار عن جوهر مقالتكم؟ إذا باختصار وبكلمات بسيطة، فهناك خوارزمية تولد يعني أشياء مختلفة، ونحن ننظر إلى توليد نتائج التجربة الفيزيائية، وقد تحدثنا عن ذلك اليوم، ويمكن فيه مكان لكي نستخدم فيه أو نجرب فيه الطرق المختلفة. عندما نقيد إحدى الشبكات ونعطيها إمكانية وأن نرى ماذا سيحصل. نعم، شكرا على رغبتكم في تغيير هذا العالم. ونحن وأريد الآن أن أقول أن أسمي الجامعة، إنها الجامعة الوطنية للدراسات التابعة لمدرسة الاقتصاد العليا. أما الآن فسنعرف ما هي المقالة التي أصبحت إنها تقنية ضغط وذلك للحصول على ضغط المعلومات للحصول على الذكاء الاصطناعي. المؤلفون ميخائيل روداكوف وألكسندر بيزنوسيكوف وألكسندر غاسنيكوف لم يحضر المشارك الثالث، ولكن والجائزة الأولى وهي المشاركون الثلاثة موجودون. إذا هذا هي الجائزة 1,000,000 روبل. المقالة انتصرت، مقالتكم انتصرت. والآن لدي سؤال، عن ماذا تتحدث مقالتكم وبكلمتين فقط؟ أنا اليوم أمثل الناس القليلي نعم، أريد أشكركم على تقديركم لعملنا. نحن قمنا بدراسة طرق التعليم الموزع للذكاء الاصطناعي، واستخدمنا تقنية ضغط المعلومات، وذلك لتقليل عمل التواصل بين الآلات في هذه الشبكة، وذلك عبر استخدامها في المشاريع الحقيقية. ونشكركم على تقديركم الكبير لعملنا. أيها المؤلفون، عودوا إلى الصالة من فضلكم مع جائزتكم. ونحن السيد أليكسي لوفيتش
هل أستطيع الحصول عن طريقكم على نسخة جديدة من هذه المجلة؟ تفضلوا إلى خلف الكواليس. شكرا. نعم. هل أستطيع الحصول على إنه شيء رائع بأن أستطيع أن أحصل على هذه المجلة من يدك بشكل خاص؟ لأنه يجب علي أن أنا أخصائي بالعلوم الإنسانية ولا أفهم يعني كثيرا فيما تتحدثون عنه. أريد أن أقترب منكم ومن معلوماتكم وأن أستخدم هذه المعلومات في الحياة. ونحن نستمر في AIJ Contest ونحن نمنح فائزين في المسابقات الثامنة AIJ Contest. وهذه المسابقات حدثت بالدعم من قبل معهد الذكاء الاصطناعي، وتم تقديم 12,000 حلة، وتم توزيع أكثر من 11 مليون روبل. سنبدأ نحن RSQ AI، يعني كل مشاركين ممكن أن يجدوا DNK معتمدا على البيانات الاختبارية، ومعتمد هذا بواسطة معهد الهندسة الإشعاعية والإلكترونية لأكاديمية علوم الروسية يلينا إفريموفا موسكو. هي تحصل على جائزة 300,000 روبل. نهنئكم، هذا قراركم، هذا حلكم مفيد جدا. ممكن أنا سأقف إلى جوار مع الفتاة الغنية. أريد أن أستفسر السؤال، إذا كان لديكم الأوقات أكثر، هل تمكنتم من إكمال تطوير خوارزمية؟ أيوة، كان لدي هناك إمكانية لإكمال تصنيع هذه الخوارزمية. شكرا. ننتقل إلى المكان الثاني. هناك شيك ل 400,000 روبل. سيرجي زلوبين موسكو. Мне все еще сложно. Амина Саб Али Драгбиана Сергей Гуа Камби Мля Ситова Талатин Халь Или Шей Джей Биана Мытли Гадил Мусабакат Мавджуда Безалек Нах Накумбита Твор Олюмана Суаль Галинта Турид Антатавур Навсак Бигадали Тиджах. أنا أريد أقول إنه أنا أحب مثل هذه المسابقات. أنا أشترك مرة ثالثة وأحسن المسابقات الوطنية، وطبعا مهام ممتعة تسند هناك، ونحن في السنوات اللاحقة سنقوم بحل المهام وجهزوا الجوائز وجهزوا المهام. طبعا هذه المسابقة تتمتع بشعبوية الكبيرة، وطبعا أنا مقتنع وأنا اليقين بأن أزبير سيواصل لأداء هذه الفعالية. أشكركم على هذا المشاركة. والفائز RSQ AI وفريق مكون من سيرجي ميخيف ودميتري كاشتانف هم حاصلين الجائزة الأولى بمقدار 600,000 روبل. مدينة كازان هم قاموا بإملاء أو تشحين 31 حال واكتسبوا 600,000 روبل. هل مهمة تخص بالطب أو تقنية مثلا الرياضيات؟ لا، ما أقول هذا توحيد جيد بين الرياضيات والطب.
تهانينا تهانينا من جديد، نحن في انتظاركم في السنة اللاحقة تسمية أخرى في مهام إيكوال إي آي. نحن هذا المشاركون كانوا يتعلمون في كيفية تمييز الإشارات. إذا كانت هناك عشرين ألف المشارك. نيكولاي سيرجييفسكي هو فاز ونال الجائزة 300 ألف روبل. نيكولاي أنت موجود أونلاين، ما هو كان هو أصعب شيء في عمل لحال هذا المهم؟ يعني محددات أو قيود الذين مؤلفون من هذه المسابقات قدمونا، وأصبحت مهمة يعني تتمتع بجاذبية أكثر بالنسبة للمشاركين في هذه المسابقات. نيكولاي يحب لما تكون هناك بعض القيود أو محددات، وهذا الشيء نحن سنرسله إليكم. ننتقل إلى مرتبة ثانية، ومرتبة ثانية فريق مكون من فيكتور دورنوف وسيرجي أريفيف حاصلين على 700 ألف روبل. فيكتور دورنوف من مدينة أومسك وسيرجي أريفيف من مدينة سان بطرسبورغ. كيف أنتم اتخذتم قرار للتعاون لحل هذا المهمة؟ يعني الأوضاع الجغرافية هي لا تسمح بذلك. نحن قسمنا، نحن أخذنا مهمتين في هذا المحتوى وقمنا بتحليل هذه المهمتين بالمجهود المشترك. هذا ممتع. وكيف تمكنتم أنتم من إيجاد الحلول في تعددية الوسائط؟ وسيرجي هو نفس الشيء، هو فايز في هذا المحتوى وهو يمثل شركة من سان بطرسبورغ. وكذلك نحن إلى مرتبة أولى مهمة. عمر علي هو الذي تمكن من حل، وهو خلال السنوات العديدة بشكل تسلسلي يفوز في مثل هذه المسابقات، وهو يتحدث باللغة الروسية، وهو قام بإملاء بتشحين 33 حلا أو قرارا. إذن نهنيكم يا عمار. أنا استفسرت لدى عمار، وهو خلال السنوات السابقة هو أعطانا المدن. يعني 123 عفواً هذا الحال يدل على أنك أنت رجل الذي تبذل الجهود. ما هو هذا يسمح لك بأن تحصل هذا؟ وفين كان نقطة الانطلاق؟ هذا كان هناك التشخيص الشيوعي، يعني عند يعني تحليل البيانات معتمدا على الاختبار الشيوعي. انا تفهمت ذلك مره اخرى لما تتخذ القرار للمشاركه في حل المهام، يجب انت تستخدم تحليل البيانات. أنا كنت مقتنع في ذلك، أنا اكتسبت منكم هذا الموثوقية. نحن عمار علي وهذا كابتن إنسانية المركزية، إنسان المركزي. يجب أن نحن ندرك طيف من الأفضليات يفضله. إذن بخصوص زباين في سبير ومن أجل من إيفان كوزمين، وهو رئيس إدارة الفرعية، وهو جانب الطلب، ممكن جهة الطلب،
جهة فرص العمل لأولئك الذين أن يتحصلوا فرص العمل في إزبير. عدة كلمات قبل كل شيء، يسرني أن أرحب بكم في هذه الفعالية. توصياتي، هذا الاتجاه الرئيسي وممتع، وفي مجال التصنيع الذكاء الاصطناعي، ما هو موسيقى اللي نستمع إليها، ما هو طرق لاختيار الصلة، وطبعا عند ذلك هذه المهمة يوجد هناك بعض الصعوبات التي نحن نصطدم للباحثين. قبل كل شيء توفر المعلومات أو بيانات، هذا مسألة هي تتكرر، هذا مسألة تتكرر في الأبحاث السابقة. واليوم نحن نريد أن نعلن عن اتجاه أكثر داتا سيت. نحن نعمل هذا بنش مارك سبير ريبسيس، تكون هناك تركيب البيانات المستخرجة من المراجع معينة. هذا في سبير يوجد داتا سيت، يوجد معتمدة على سبير، على فن السينما والفنون الأخرى. أحد من داتا سيت يوجد هناك تتمتع بشعبية، شركة نتفليكس هي نشرت المقالة بأنه هناك يوجد 4000 من الأحداث، وبنش مارك يسمح لنا بتكرار هذه الأبحاث والتوليد. لكن أحسن شيء يوجد لدينا المصادر لاستخراج الأبحاث، ممكن أن نستخدمها للتنقل إلى المسابقات التالية. هذا المعيار سالفي زيكر هل يساعدنا في حل المهام؟ طبعا دون شك هذا تكون زي تمرين جيدا، ولكي يكون في المستقبل فرصة لتحصيل على جائزة اللاحقة. هذا شيء يستحق تشفيق منكم. والآن ننتقل إلى الجزء personal AI. كان يجب أن ننشئ مساعدا ونعلمه لكي كيف يتعامل، وذلك في المكان الثالث، وجائزة 500,000 روبل يحصل أولئك الذين كانوا هنا، وهم فيكتور دورنوف وسيرجي أريفيف. أنت ستهدي الجائزة لأنهم معلمون في الكيجل. كما أفهم فإن هنا مسائل كثيرة، كيف عملتم على هذه الوظيفة؟ وكما توقعت فأنا الذي عملت على ذلك. إذن حصلتم كيف، يعني جربت النموذج وجربناها، يعني لم أفهم شيئا، ولكنني سأحاول أن أعطي مظهرا بأنني فهمت. المكان الثاني، الجائزة الثانية، وجائزة ب800,000 روبل، ويحصل عليها أندري كوزنيتسوف. تفضل. إنه يشارك منذ الصف الثامن بمسابقاتنا، وها هو الآن يعني وحصل على جوائز مختلفة. كانت لدينا مسابقة تشالنج وحل 100 من 100 مسألة وحصل على 800,000.
روبل، هل يمكن أن نستخدم خوارزمياته في اقتراح مثلا الكتب أو اقتراح الأفلام؟ هل هو لين بشكل كافي؟ استخدم منهج من مرحلتين، أولا من المتسابقين نحن نختار الأفضل، وبعد ذلك نرتبهم في الترتيب الأفضل، ولذلك فيمكن مثلا أن يستخدمه زبير في اقتراح البضائع المختلفة. نهنيك يا أندري مرة أخرى، عد إلى مكانك في الصالة. الجائزة الأولى والمليون ومئتي ألف روبل، نيكيتا تريفونوف يعمل في ألفا بانك وفي مصرف جيد، يمكن أن يعمل و ضم 131 حل. هل أنت كنت واثقا من أنك ستحصل على الجائزة الأولى، أم أنك يمكنك أن لا بالطبع لم أكن واثقا بأنني سأفوز، لأن المنافسة كانت كبيرة جدا في هذه المسابقات، ولكن أريد وفيما يتعلق باللايف هاكس فيمكنني أن أصف لكم أشياء. نعم، نهنئك مرة أخرى، وأقول لك بأن الذي أدخل 131 حلا لم يكن واثقا، وأقول لك كخبير في العلوم الإنسانية يعني، أما أنا فخبير بكيف يمكنني الضغط بوزني. إذا كل ما كان لديك يعني عدد أكبر من الحلول. أما باليونيك ريكسوس قلنا لهم بأن يشكلوا المنهج ولتشكيل منظومة اقتراح تستطيع بأن يعني تساعد سبير بانك أونلاين. إذا فيكتور نيديلكا والجائزة الثالثة ويحصل على 500 ألف روبل. نهنئك، لماذا اخترت هذه المسألة بالذات؟ يومك سعيد. يعني المسألة رأيتها مثيرة للاهتمام، لأنها ليست فقط للتعليم، بل إنها أيضا تتطلب عمليات أخرى، ورأيتها يعني مسألة مثيرة للاهتمام. نعم، شكرا، شكرا على هذا النهج أو هذه المقاربة، وسنرسل لك هذه الجائزة. إنه يعيش في نوفوسيبيرسك ويعمل في معهد الرياضيات التطبيقية. عمره 52 عاما، وهذا يدل على أن هذا السياق يعني متاح لجميع الأعمار ويمكنك الحصول، كما السيد فلاديسلاف كورينكوف الذي حصل على الجائزة الثانية و 800 ألف روبل. ونشر مقالته على نيور إيبس وأدخل 79 حلا وحصل على 800 ألف في نيور إيبس. لا يدفعون هذه المبالغ. نعم، هذا الفرق بين نيور إيبس و AI جيرني. هل يمكنك يعني أن تقترح علينا ما هي الدعاية التي لا يمكن كان لا يجب علينا أن ندخلها من خلال هذه الخوارزميات
بدون خوارزميات لا يمكن أن نعمل على الدعاية اليوم. نعم شكرا. هذا كان سؤالا وهذا كان جوابا. شكرا. عظيم. والجائزة أولى في الواقع يجب القول أنه نرى الكثير من إعلانات ونريد أن نتحصل هذا الإعلانات بشكل مفيد، وهذه الإعلانات مفيدة بفضل المحتوى وتطوير التقنية. شيك 1,200,000 روبل عليك لاشينين مرتبة أولى موسكو. كوليكنا из МФТИ، да؟ هو من МФТИ. يعني تم شحن 27 حلا وعمر 27 سنة. تفضل ممكن بكم. يعني ممكن نحن نراجع إليكم لتوليف اللافتات الإعلامية. طبعا هذا المهمة مفيدة جدا، وأنتم حصلتم المهارات مفيدة أول مرتبة، وهذه التشفيق إليكم. أهلا وسهلا. يعني خذوا مكانكم في القاعة. إليكم جميعا على المشاركة في هذا الحفل التوزيع الجوائز، ولكن يوجد لديكم الإعلان. الإعلان يعني هو تشغيل بنش مارك. أنا بحب هذا شيء اسمه معايير. يعني لديكم إمكانية لإجراء التمارين. أنا أحب الفلوس نقود، وطبعا الأجواء مريحة، وطبعا إذا كان تريدون أنتم أي مساعدة ممكن تراجعوا إلينا ونحن شيء. إيوان شكرا جزيلا. في هذه السنة قبل المشاركين كانت هناك إنشاء نموذج متعدد الوسائط الذي كان يستطيع أن يستقبل معلومات في ثلاثة أبيات ويقوم بتحليلها، وفيما بعد يقوم بإخراج هذه المعلومات. وكان هناك غير معروفة بأنه اللغة كانت غير معروفة، وطبعا هذه النماذج تم إعدادها أو تصنيعها. هم المشاركون كانوا يجيبوا على 10 أسئلة تعدادها 10. إذن ديف الخصوصي كازلوف، هذا ماجستير لعب لي نحن وعلوم ونحن. أندري كازلوف، هذه التشفيق إليكم. مساء الخير. لما قد سمعنا أنه حياتنا ممكن أن تتقدم خطوة إلى الأمام لكي نراكم، لكن قبل أن تواصل أنتم طلبوا مني أن أقول بعض الكلمات. أنا هل نحن نريد منكم أن تقولوا عدة كلمات فقط. مساء الخير، مرحبا للجميع. تعلمون أنا كنت أنتظر وراء كواليس وكنت أستمع إلى هذه المراسيم. كنت أنا فهمت كلمة واحدة من 8 كلمات. يعني بعد ما تكون هناك كلمة 8، وهذا كلمة 8 هي يرجع إلى أحرف الجر، وبقية الكلمات أنا لا أتفهم لماذا. يمكن أنا فقدت حياتي لأنني لا أدري. حتى ما كانت التفكير من جهة ثانية، تم الشرح بأن هناك تجميع المعلومات عن
مع الذكاء الاصطناعي بإبراجه المتباين ليست في هذه الثانية لكن خلال منذ سنة ونصف، يعني وقت ما كانت هناك موضوع الذكاء الاصطناعي أثرت على المجتمع، وحتى أنا وجدت بأنه حتى يقوم الذكاء الاصطناعي بتحريض الإنسان مثلا على شيء، ونحن كبني آدم الذين عادي نحن نعيش في الحضارة، وحضارة هذه الإنسانية هي اقتربت من نهايتها، أو رأس موجود لهذا الإنسان لكي نقله إلى داخلها. طبعا إذا كان نقرأ نحن في الإنترنت، يعني هو مجال التخصص هو انتهى، وبفضل بوجود النماذج الاصطناعية، بفضل علوم والعلماء لدينا الفرص جيدة. كلماتكم أنتم ككلمة مستقلة ومجموعة الكلمات أنا قد فهمتها، لكن بإنترنت وفي روم القديمة كان هناك مثلا كانوا يحفرون على الجدران مثلا، كانوا يقولوا هنا ما هي أوقات، ما هي يعني سمات الأخلاق، ما هي سلوكيات. وأيضا نحن سنستمر سنواصل، الذكاء الاصطناعي سيجد مكانها. الأهم شيء هو أن يكون هنا الذكاء الاصطناعي يقوم بأداء الجيدة. وأنا شفت هنا أنه بعض الشيكات تم الطلوع، هذه الشيكات على المخشب. لو كان إرادة عندي أنا كنت أسمع إليكم، لأنه لدينا الكثير من الفائزين وهم منتظرين حاليا. هناك تسمية المسابقة خاصة، وهذا إنسان ألكسندر يعرفه سابقا، وهذا الإنسان يريد أن يكتسب كفته، وهو اسمه عمار علي. عمار علي هذا فائز متسلسل جائزة 300,000. عمار هل أنت تنظر إلى برنامج ماذا أين ومتى؟ أنت تعيش في روسيا منذ فترة 6 سنوات. عمار يعيش في روسيا منذ 6 سنوات. وتخرجتم هنا من الجامعة. أنا حاليا أنا أدرس في دراسات العالية في ليتمو. هذا إجمالي مبلغ كم أنتم حصلتم من جوائز؟ هذا رقم ليس نهاية. عمار نحن قمنا باختبار النموذج المعيد من قبلكم. أندري أنا أقترح لكم أن تختاروا واحد من الظروف وتقرأ بصوت الجهوري، وسنرى كيف برنامج للذكاء الاصطناعي. هذا شبكة عصبية لم تعلم سابقا. ما هي الاستفسار قد تكون؟ أنا كرجل عامل في المصرف أساعدكم. لا، نحن خلال أكثر من سنتين نقوم بتسليم وإعادة النقود. يمكن أن تظهر هناك الصورة، يجب أن تقرأ هذا شبكة عصبية. في الصورة تجد هناك تمثال جينيتيكي. ماذا يسمح لتحريك هذا التمثال؟ بعد اختيار هذا نحن سنرى هذه الصورة. انظر إلى الصورة موجودة إلى جهة اليسار منكم.
ونرى هناك في كيفية تحقيق هذه تحقق هذه العملية. لابد من ترجمة إلى الإنجليزية، وهذا الشبكة لا تقدر أن تفهم باللغة الروسية. جواب: المحرك بواسطة يتم تحريكه بواسطة الرياح، ممكن نقوم بإعادتها، لكن لا قبل 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 إدراك ما هو الجواب الصحيح يجب أن انظر هذا التمثال. التمثال الجينيتيكي هو يتحرك بواسطة الرياح، وهذا الشبكة العصبية تتواجد في داخلها الإنسان التي تقوم بطباعة الأسئلة أو بتحليل الخطاب. كيف يوتر ذلك؟ هذا أنا أتفهم بالنسبة للجالسين في القاعة، هذا أمر بسيط، يجب تحليل النص، بعدين نحن نعلمه على داتا سيت الكبيرة، ويوجد هناك الحالات والأوضاع الكثيرة، ويتم هذه الشبكة تقوم بتعليم. شبكة العصبية تقوم بتعليم، أنا أدركه، لكن هذا السؤال ملموس. هي هذه الشبكة سميت صوتي وقامت بتحليل، أو يمكن كان هناك المساعد موجود، وهذا المساعد كان يدخل هذا. ليه؟ نحن قمنا بتعليم هذه الشبكات العصبية، وهي هذه الشبكات العصبية تقوم بإنتاج النتيجة بثلاثي الأبعاد في سايت ead.point.ru. يوجد هناك الاتجاهات المختلفة. أنا أقصد بأنه في القريب هذا الشبكات العصبية هي تحل محل المشاركين في رجال مشتركة في المسابقات التي أترأس عليها. أنا أريد أن أؤكد بأن هذه النتيجة جيدة جدا. ما هو السبب بأن هذا النموذج حصل الجائزة؟ نظرا لأنكم أنتم كنتم باحتلال المرتبة الثالثة، بتحصلوا أنتم شيك بمقدار 600,000 روبل، إجمالي 1,300,000 روبل، 1,300,000 روبل. شكرا جزيلا. وممكن أن نودي الأمر بتصفيق هذا إلى قاعة الجمهور. الآن هناك مشاركة الأونلاين وهي ألينا غودكوفا، المكان الثاني، وهي من سان بطرسبورغ. يمكنك أن تسلمها الجائزة افتراضيا. الجائزة هي 900,000 روبل، نعم، ونقلها مجانا. يعني كنت تحاورين الشبكة العصبية، عن ماذا كنت تحاورينها؟ نعم، إنه سؤال غير متوقع، كل ما قمت به هو أن أعطي البيانات للمطورين، وحصلت بذلك على 900,000 روبل. والآن ننتقل إلى الجائزة الأولى، وهو السيد دانييل كواشينيكوف، والجائزة
خلقا للذكاء الاصطناعي للشبكة العصبية. يمكن أن أعطيكم أمثلة كثيرة كيف لها أن تكون يعني لبقة، وهل تستطيع هي أن يعني تظهر خلقا وتقول لا أريد أن أسمع منك شيئا وستتصرف كما أريد؟ نعم تستطيع أن تقول ذلك. نعم ويمكننا إغلاقها، ولكنها في هذه الحالة أستطيع أن ستستطيع أن تغلق الإغلاق أيضا في المستقبل. هناك مثلا يعني اختراق واختراقين ولم يكن هناك اختراق ثالث وسيصبح لك الشبكة العصبية، ليس الخلق فقط ولكن كل شيء أيضا. أنا أذكر الترمينيتر وسكاينيت وأذكر التصورات عن المستقبل. هل تقول لنا اذهبوا؟ نعم لا يمكنكم ألا تسمعوني، ولكن أريد لكم يا أندري ولا أكساندر شكرا لكم، ويجب عليكم أن نقول I'll be back. نعم سيكون هذا نعم، أما نحن فسنواصل إلى تسليم الجوائز للمشاركين الصغار في AI Challenge. في سبير يؤكد منذ أعوام على أن العمر لا يؤثر، وفي الطبخ كاتون يؤكد على أن هذه المسابقة يشارك فيها مشاركون من 17 عاما، وبعضهم يتابع طريقه في الذكاء الاصطناعي وفي AIJ Context. وأدعو إلى المنصة مدير مركز الصناعات في سبير السيدة ناتاليا جرابلوفا والمدير التنفيذي لمركز الصناعات سبير أيضا، تفضل إلى هنا من فضلك ناتاليا وفاسيلي، أرحب بكم هنا. وننتقل إلى المسألة الأولى، هي من الصناعات. علموا الذكاء الاصطناعي بأن يحسب المخاطر في المشتريات ولحساب المشاكل التي يمكن أن تحصل أثناء اللوجستية، المشاكل اللوجستية. الأول الجائزة الأولى هي بريك بونز كارتيل نيكيتا وأرتور ورادمير يحصلون على الجائزة الثالثة وهي 400,000 روبل. نعم إنها جائزة، نعم يعني يجب علي أن أفهم كان بعيد عن هذه الأشياء المثيرة للاهتمام. السؤال لنيكيتا وهو سؤال بسيط جدا، هل أنت انتقيت هذه المسألة؟ نعم أردت أن أجرب نفسي في مسألة حقيقية، وكيف أنها ستحل هذه المسائل وكيف يمكن لأن تستخدم حلولنا تطبيقيا في الحياة العملية في المستقبل. نحن ندعوكم إلى الصالة. الجائزة الثانية وهي فريق Unthinkable أرتوم ودينيس، وجائزتهم ب 600,000 روبل. 600,000 روبل. Так, проходите, давайте все поместимся. أنتم جميلون وعمركم 14 عاما و 17 عاما وحصلتم على الجائزة الهامة على المكان الثاني في مثل هذه المساقة. لن يمكنكم الذهاب الآن إلى الصالة.
أحسنتم. أما في أسئلتي الغبية فسيقول عمرك 38 عاما ولا تفهم شيئا في هذه المواضيع. أما المركز الأول فهو ل إف وان نيجني، ويعني الاسم يتألف من عدد كبير من الأحرف والأقواس والرموز، وهو نيكيتا أوغريوموف، ويحصلون على جائزة مليون روبل. هؤلاء الشباب هن من موسكو يحصلون على هذه الجائزة. حدثونا سؤال واحد سأطرحه عليكم، هل كان عملكم صعبا وهل ارتحتم في العمل في 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 الفريق؟ كلمتان من فضلكم. العمل في الفريق نعم كان عملا مريح، ولكن العمل بنفسه كان عملا صعبا. عملنا شهرا كاملا، ولكن نعم انتم حصلتم على المكان الاول ومليون روبل، ونحن نودعكم الى الصاله، تفضلوا. أما نحن فننتقل إلى الجائزة، وهي من الرعاية الصحية من الطب، خوارزمية تحليل بيانات تخطيط القلب، ويتعلق ذلك في الجلطة أو السكتة القلبية. المكان الثالث وهو دار كليت شيبينج، ماكسيم وأرتيوم، وهو أرتيوم الموجود الآن، ويحصل على هذا الشيك بمبلغ 400,000 روبل. شكرا لك على المشاركة في هذه الجائزة، تفضل إلى الصالة، لأن لدينا الكثير من الفائزين اليوم. المكان الثاني وهو فريق ألت إف أربعة، يان وفلاديمير ودينيس وكريستيان، ويحصلون على جائزة قدرها 600,000 روبل، وهم يعملون في مجال الرياضيات ويهتمون بالرياضة أيضا. صورة تذكارية، تفضلوا إلى الصالة، شكرا لكم. الجائزة الأولى تعطى لفريق مينيونز، أنتوني بيفانوف وفاليري توكر ودانيل كارب وماكسيم شوسوفليانوف، أعتقد أنني قرأت بشكل صحيح الأسماء. والشيك بمبلغ مليون روبل تحصلون عليه. إذا المركز الأول، الجائزة الأولى، إنه شيء هام جدا في حياتكم. ولدي سؤال بسيط جدا، متى سنستطيع استخدام الذكاء الصناعي بشكل كامل في الطب، وذلك لكي نحصل على التشخيص وأن نبدأ يعني بالطبابة عن طريقه؟ كلمتين فقط. أعتقد أن ذلك سؤال صعب، نحن لا نعرف الإجابة عنه، ولكننا نتمنى بأن تساعد حلولنا في ذلك. جيد، إننا نهنئكم على المشاركة. ومهمة تالية مرتبطة بزراعة، الاقتصاد الزراعي في تصنيع الخوارزمية بحيث لتمييز الأعشاب المضرة. فريق من شركة أوساتافيل، رادمير أولمبيف وأرتيوم. رادمير فقط هو يتواجد هنا لتحصيل على جائزة 400,000 روبل. سؤال إليكم، أعشاب الدر أنا لا أستطيع أن أميز هذا البطاطا، حبة البطاطا، وكيف أنتم تعلم هذا النموذج؟ أنا في هذا المجال حرفي، من السبب كان جمع المعلومات داتا سيت، لأنه كانت هناك الصفات الخارجية متشابهة لدى الكثير
من المراقبات. أنا بعتقد أنه أصعب شيء هو جمع هذه الأعشاب الضارة أو النباتات الضارة. والمهم جدا بأنه لا نرتكب الغلطة أثناء تنظيف حقول البطاطس حتى جادة تكون مرتاحة. فاسيلي إليك الاستفسار. الناس مرتبطة مع اي تي التقنيات المعلوماتية ودائما هل أنت تنزل إلى داتشا هذا بيوت في دواحي المدينة. نحن نتمكن من استخدام هذه الحاسوبات حتى بوجودنا في مناطق في أماكن البعيدة من المدينة. الآن نحن ندعو إلى هنا إلى فريق مكون من تيمافي وماكسيم كولين. هذا الجائزة 600,000 روبل. مرتبة ثانية. نرى بأن ماكسيم هو يشتغل في دوتا 2. ماكسيم إليك السؤال، هل يساعدك بدوتا في المشاركة في مثل هذه المسابقات؟ يعني كل الناس لا يساعدنا، لا توجد، بالعكس يلفت اهتمام تجاه الأمور غير مفيدة. هل ممكن تشكيل الشبكات العصبية التي قد تكون تفوز في مسابقات الدولية؟ إذن هذه الشبكات لازم أن تعلم كافة التقنيات وكافة الاستراتيجيات لكي تشاركوا في المسابقات الدولية. شكرا جزيلا. والفائز في مجال الزراعة فريق داتا ويرلز سيمون يبانوف ومادكار بادركو 1,000,000 روبل يتم ارساله اليكما. كوبيلو تهانينا، هذا الشيك جميل. عندي استفسار اليكم سيمون ومادكار، كيف انتم من المدن مختلفة، كيف قمتم بتشكيل؟ نحن اشتركنا مع بعض في المسابقة وتعرفنا مع بعض. وفي هذه السنة مكار هو وافق أن يكون مشارك في مثل هذه المسابقة. ولماذا أنتم وجدتم بأنه تكون لديكم فرصة لتحصيل الجائزة الأولى أو للفائز الأولى؟ ونحن بدون تلميح، نحن يسرنا أن نعمل مع رجال الأبحاث الذين قد عرضوا يعني ابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي. إذن يوجد هناك فرص لإيجاد الأفاق الجديدة مرتبة أولى. ونوديعكم إلى الصالة. مهمة تالية، هذا كان هناك تحليل للصور وفيديوهات مهمة. من احتل مرتبة ثالثة؟ باكورد ألغوريتم، هذا ممثل ألكسندر سميرنوف وألكسي شاتورني. ألكسندر ندعوكم لهنا لتحصيل على هذه الجائزة مرتبة ثالثة، جائزة 400,000 روبل. ومن جديد عندي إليكم الاستفسار، يعني من الصعب أن نفهم ما هو جوهر لعمل خوارزمية، لكن الجودة جيدة. نحن حصلنا في تبيين أناس، يعني وجوه وصور، وهذا
خوارزمية هذه في هذا المجال هو يأخذ بعين الاعتبار أفضل ما يحبه الناس. نحن نقوم بتوحيد المفهومين المختلفين. ندعوكم إلى سالة التهانينا. الآن أنا ندعو إلى مناسة ماكسيم رومانوفسكي، ميخائيل كوليك وماكسيم سافيتسكي. ماكسيم وميخائيل مدينة مينسك. يم يستلموا مقابل مرتبة ثانية شيك 600,000 روبل. ولا توجد عندي استفسار التالي. هذول الشباب من مدينة مينسك. لماذا ما اشتركوا في مجال الزراعة؟ ولتقارنوا بين مثلا بين بطاطا وأعشاب الذرة. لكن من أول نحن لما شفنا بأنه هذا تحليل جودة تبيين الصور، هذا جذب اهتمامنا. هل أنتم مرتاحين من النتائج؟ يعني أتمنى لكم المزيد من المشاركات وتحصيل الجوائز الأخرى. مرتبة أولى فريق كاماروا إنجوير ألكسندر وكونستانتين سيغالوف 1,000,000 روبل. هذا هو شيك من أجلكم. والسؤال عندي إليكم نفس الاستفسار، كيف أنتم تمكنتم لتحقق الفوز الرئيسي؟ أين كانت الخصائص لديكم؟ إذا كان واحد يعاني من التفكير الطويل يتحصل شيء معين. نحن بدأنا عدة الحلول وكنتيجة وجدنا أن هذا الحلول هي استحقت المرتبة الأولى. شكرا جزيلا. وندعوكم إلى أن تشيروا إلى السالة. وقبل التسمية الأخيرة، فاسيلي، أريد أسألكم سؤال. الاختتام، كلمات الاختتامية. قد يبدو بأن هذا الكلمة الاختتامية هذا الكلمة مقدمة. يعني مسابقاتنا قام بتوحيد جميع الشباب الذين تمكنوا من إبراز المواهب في مجال حل المهام معتمدا على التعليم الآلي وعلى البيانات، على قاعدة البيانات الواسعة. وهم قد تحصلوا على فرص لتشكيل فرق الجديدة، تمكنوا من التعرف ببعض البعض، وهذه الصفات والسمات ستحفزها وستساعدها في حفاظ هذه الصداقة والود. وفي المستقبل إن شاء الله ستتمكنوا من اكتساب المزيد من الجوائز وتحقيق أحلامكم. ونعمل بأنكم أنتم ستصبحوا أناسا الذين سيصنعون تقنيات المستقبل الواعدة، ونحن سنعيش معها. شكرا جزيلا على هذه الكلمات الحميمة للجميع. هذه المسابقات هي مفيدة وقيمة، وتلك الإمكانيات اللي يمكن أن نحصل عليه هنا. ونحن ننهي هذا الحفل بالمسائل المتعلقة بالصناعات الابتكارية. كان يمكن للمواضيع أن تكون أي منها، والجائزة الثالثة هي لأرتيوم وإيغور، و400,000 روبل تذهب إلى أرتيوم وإيغور. أنا
أعتقد أنها مسألة ابتكارية جدا. وما هي يعني كانت فكرة مبركم من عدة كلمات ومعرضكم من عدة كلمات؟ اللاعب يدخل إلى معرض الفنون من القرن الثامن عشر، ومع الأسف حصلنا فقط على المكان الثالث، ونحن الفريق الوحيد الذي، ولكن ها هو الفن، قد يستطيعون تقدير عملكم بما يستحقه، ولذلك فأنا أحييكم وأهنيكم. تفضلوا إلى الصالة. أما المركز الثاني فهو فريق مالديفيش، تيمافي ودانييل ونيكيتا وإيفان. تفضلوا أيها الشباب. وها هو الشيك بمبلغ 600 ألف روبلا تحصلون عليه، وفي رأسي ما هو مالديفيش من المالديف. ما هي فكرة يعني غرفتكم؟ إن فكرة غرفتنا هي في مشروعنا هو موجود ماضينا وحاضرنا، ونحن توقعنا أيضا مستقبلنا. نعم، هذا مثير للاهتمام. أعتقد أنني أريد أن أتعرف على جميع الأعمال هنا، لأن أعمال يعني بالفعل مثيرة للاهتمام. وأتوقع وأتمنى منكم أن تتفضلوا إلى الصالة الآن. وأما المكان الأول، الجائزة الأولى فيأخذها فريق نيئي الذكاء الحقيقي، ومليون روبل يحصل عليه. وأرى هنا أيضا أرى مدينة كراسنادار وغلافيرا من موسكو. وما هي فكرتكم، فكرة غرفتكم؟ لماذا أخذت مثل هذا؟ كان يجب علينا أن نري أيضا ماضينا وحاضرنا، حاضرنا ومستقبلنا. ولكن الشيء الأهم بأننا يعني استخدمنا وسائط مختلفة، وكانت استخدمنا يعني نصوص مكتوبة وفيديو ومواضيع ثلاثية الأبعاد. نعم، هذا شيء مهم جدا، وأنا أحييكم. وتفضلوا إلى الصالة، تفضلوا إلى الصالة. أرسلتكم إلى الصالة لأن حسب ما فهمت الكل، الجميع يريدون أن يتصورون مع وأدعو جميع الفرق إلى هنا، وذلك للصورة الجماعية الجمالية. إن الشيكات التي حصلتم عليها المصرفية جميلة جدا، وأريد أن أتصور بجانبها. دعونا الآن نتخذ أماكننا هنا. أريد أن أقف بجانب أولئك الذين حصلوا على أكبر عدد من النقود. نعم، يا لها من صورة جميلة، يا لها من صورة نهائية جميلة. نعم، هذا شيء رائع. إنكم يعني جميعا أحسنتم جميعا. إنني فخور بكم، وأنا يعني سعيد جدا وسعيد جدا. وبما أنكم ولن نستودعكم، بل سنلتقي معكم غدا وسنتحدث عن إمكانية تلك التقنيات في ELG، وسيكون لدينا متحدثون من ZI Review كريم. ومن خطط الحديدية ومن سيبور ومن أجراخيم وغيرها، وس
سيكون يوما شاقا فلا تفوتوه. وأدعوكم غدا للمشاركة، وأهلا وسهلا بكم غدا، وإلى اللقاء يا أعزائي.